دعونا نبدأ هذه الساعة الأولى من التطورات الميدانية في قطاع غزة، إذ أفاد مراسل الحدث بمقتل نحو 13 فلسطيني، بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قبل ذلك قتل أكثر من 10 فلسطينيين بينهم أطفال جراء 3 استهدافات إسرائيلية لمدرستين في منطقة الدرج ومخيم الشاطئ ومنزل في حي الشجاعية. يأتي ذلك فيما أعلنت صحة غزة ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 37,650 قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء. هذا أحد الشوارع المؤدي إلى هذا المنزل المستهدف. طبعا هو منزل بين عشرات المنازل تم استهدافه ليلا، يعود لعائلة هنية. حتى اللحظة تم انتشال 3 جثامين، ولا زال عدد من الجثامين والشهداء تحت أنقاض هذا المنزل. ليلة صعبة عاشتها مدينة غزة بعد سلسلة غارات طالت كافة أرجاء المدينة. كانت أولى هذه الضربات لمدرسة أسماء في منطقة مخيم الشاطئ، والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص والإصابات من النازحين الذين يقطنون في هذه المدرسة ومركز الإيواء. تم إحراق الطابق الأرضي بشكل كامل بعد هذه الضربة. أيضا كان هناك استهداف لمنزل لعائلة هنية، وهي شقيقة السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. كان نتيجة هذا الاستهداف عدد من الضحايا من العائلة، وكذلك إصابات من داخل هذا المنزل ومحيطه. تلا هذه الضربة أيضا عائلة الزاملي في منطقة الشجاعية، وكذلك استهداف لمدرسة أخرى للنازحين في حي الدرج. جميع هذه الاستهدافات لم تتوقف طوال ساعات الليل، واستمرت حتى صباح هذا اليوم باستهداف لسيارة مدنية على مفترق الغفري في منطقة شارع الجلاء، وكذلك أيضا نادي الجزيرة في شارع الوحدة. جميع هذه الاستهدافات خلفت أكثر من 40 ضحية، وصلوا جميعا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة. الوضع الإنساني في مناطق شمال قطاع غزة ما زال يزداد سوءا وحدة بعد عدم وصول مساعدات كافية لسكان مناطق مدينة غزة وشمالها، وعدم وجود تنوع غذائي لديهم، خاصة أن ما يصل فقط هو المعلبات والدقيق لمناطق مدينة غزة وشمالها. حدة المجاعة وسوء التغذية تزايد بشكل كبير، مما نشاهده هنا في أقسام سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، وحالات الأطفال التي تتوارد بشكل يومي إلى هذا القسم بشكل كبير جدا، خاصة مع حالة المجاعة التي تضرب مناطق شمال قطاع غزة. اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، وقال منسق عملية السلام في الشرق الأوسط في جلسة أمام مجلس الأمن إن إسرائيل أغلقت المعابر أمام المساعدات. في هذه الأثناء قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في فلسطين الأونروا، قال إن تمويل الوكالة سينفد بعد نهاية أغسطس، وأضاف أن هناك انهيارا شبه كامل للقانون والنظام في قطاع غزة، ما يؤثر على توصيل المساعدات التي بات إيصالها أكثر تعقيدا. وأشار إلى أن 10 أطفال في المعدل يفقدون ساقا أو ساقين في غزة يوميا. هذا وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الصورة القادمة من غزة تنتشر بسرعة حول العالم وتثير مشاعر الغضب والحزن. خلال الأشهر القليلة الماضية سألت نفسي مرارا، ماذا سأفعل لو بقي أطفالي بدوني وبدون زوجي في غزة؟ هذه الصور تنتشر من غزة حول العالم وتثير مشاعر قوية في العالم العربي، وأيضا في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي بلدي. في كل مكان هناك حزن وغضب. قال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية في معرض إجابته على سؤال للحدث، قال إنه يسعى لبحث مراحل إيقاف الحرب في غزة مع الشركاء العرب.
الهدف الأول يتمثل في العمل من أجل وقف القتال والإفراج عن الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية بصفة فورية وعاجلة. ثانياً، يجب النظر في من سيتولى مسؤولية مراقبة غزة، حيث يوجد أكثر من 2 مليون فلسطيني محرومين من كل شيء. المرحلة الثالثة تتمثل في الحل السياسي، لكن يجب ألا ننتظر الانتهاء من المرحلة الأولى كي ننتقل إلى المرحلة التالية. المراحل الثلاث متداخلة، ذاك ما نسعى إلى بحثه مع الشركاء العرب.